مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوفي بي، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. حيث تكونوا بخير وعلى خير كيفما كتشاهدوا معنا هذه الاجواء الصباحية من مدينة كازا. في هذا الاثناء كنقلها لكم مباشرة من كازا، كنشوفوا الاجواء الصباحية كيف دايرة وكل واحد يشرفني من مدينته والجو عندهم والجو كي داير.